الاعتصام اليوم للمطالبة بالغيابة بالعدالة المغيبة، هذه العدالة التي تميز بين مواطن لبناني وآخر. الموقوفين الإسلاميين بشكل عام هم بمعظمهم مظلومين يحاكمون أحكاما عسكرية، لذلك وخصوصا اليوم جلسة اليوم هي جلسة ملف عبرة. هذه الجلسة التي معركة واحدة وقلناها أمام المحكمة، وتقدمنا بأربع أخبارات، ثلاث أخبارات من قبل وكلاء الدفاع وإخبار رابع بالمجلس النيابي من قبل عضو في البرلمان اللبناني هو الدكتور عماد الحوت، للمطالبة بتحقيق عادل وشفاف في من أطلق الرصاصة الأولى. معركة واحدة يوجد بها مسلحين من أكثر من طائفة، مسلحين على أرض المعركة. تم اعتقال المسلح السني واتهم بالإرهاب، المسلح الشيعي المتهم بالانتماء إلى حزب الله لم يتم لا توقيفه ولا التحقيق معه ولا أن يسأل أو يطرح عليه أي سؤال. الإخبارات التي نقدمها للمحكمة العسكرية يضعونها في الأدراج وتضرب عرض الحائط. هنا ملف عبرة، هناك حقيقة مغيبة، هي أن حزب الله هو من أطلق الرصاصة الأولى، هو من قتل أبناء شهداء الجيش، وإني متأكد من هذا الكلام عبر الإخبارات والأدلة التي قدمناها. نعم، إن حزب الله وبالدلائل التي تشير مستقبلا تقرير الخبرة العسكري إن تم تنفيذه من قبل المحكمة العسكرية سيثبت أن معظم شهداء الجيش قد تم تقنيص عليهم من الخلف وليس من الأمام. حسب المنظمات الدولية المعترف بها أمنيستي إنترناشونال وهيوم الرئيس واش، كل عم تتكلم وبتقارير رسمية عن الظلامات اللي يعيشها الإسلاميين بالذات في السجون اللبنانية، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية إلى الطلب من المسؤولين القضائيين تشكيل لجنة والتحري عن هذه الممارسات في السجون اللبنانية بما يعيد الأمور إلى نصابها العدالي والقانون. لذلك نحن كل ما طلبنا أن يعامل المعتقلون كل المعتقلين، وعم نطالب للكل، مش عم نطالب لفئة من اللبنانيين. هذا أنا طالبت في مجلس النواب، طالبت بالعفو العام نظرا لظروف لبنان اللي عاشها. فكيف بمن يعني يعترف الجميع بمعاناة الإسلاميين وبالظلامة التي تلحق بهم منذ سنوات طويلة؟